مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. دلوقتي ميعاد الفقره الاخيره في حلقه كلام في الميديا النهارده. بينضم لي في هذه اللحظات طبعا صديقي العزيز استاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي ببوابه اخبار اليوم. نورتنا يا استاذ عمر. ده نورك يا امير، وبابا مبسوط لما اكون موجود معاك. انا اسعد اكيد. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل. طيب نبتدي كلامنا، في ملفات كتير عايزين نتكلم عليها، لكن طبيعي خلينا نبتدي بالنادي الاهلي. شايف الفتره دي بالنسبه للنادي الاهلي اخفاقات متتاليه، الامور يعني مش ماشيه بالشكل اللي بيتمناه جمهور النادي الاهلي واللي متعود عليه جمهور النادي الاهلي. من وجهه نظرك يتم تدارك الموقف بالنسبه للنادي الاهلي الفتره دي ازاي؟ هيتم تدارك الموقف من الداخل دايما، يعني طوال تاريخ نادي الاهلي وعلى مدار مجالس ادارات متعاقبه كان فيها رموز كبار على راس طبعا المجلس، وبيكمل المسيره دي الكابتن محمود الخطيب ورمز واسطوره للكره المصريه وليس النادي الاهلي فقط. طبعا اعتقد انه الامور ابسط مما تصورها السوشيال ميديا، يعني بما اننا في برنامج معني جدا بالسوشيال ميديا وبالاعلام الحديث اللي بنشوفه دلوقتي. لو كانت السوشيال ميديا موجوده في من 2000 ل 2003 اعتقد كنا شفنا حاجات غريبه غير فترة الواقع مش اللي شفناه بالظبط. وبالتالي انا شايف انه الحل بيبتدي من جوه، بيبتدي من جوه مجلس اداره النادي الاهلي وعلى طاوله مجلس اداره النادي الاهلي وداخل اروقه جهاز الكره في النادي الاهلي فيما يتعلق بملف كره القدم والنتائج السلبيه اللي كانت اتحققت للفريق. تمام. بدايه من خساره لقب دوري ابطال افريقيا اللي كان في المتناول ولحد الموقف الصعب في الدوري في الوقت الحالي، ولو انه انا مش بحب التهويل. انا شايف انه انا خسرت 3 نقط، احط الامور في نصابها، انا خسرت 3 نقط، عندي قصور فني في بعض المراكز. الحل يبتدي منين؟ الحل بدأه الكابتن محمود الخطيب ومعاه مجلس اداره النادي الاهلي المحترم في الفتره اللي فاتت، بانه رقم واحد اسند اداره ملف الكوره او اعاده الهيكله او الترشيحات لمين يعمل في ملف الكوره للكابتن سيد عبد الحفيظ. هو خبره اداريه تكونت داخل النادي الاهلي، واحد من ابناء النادي الاهلي، وبالتالي في ثقه كامله في قدراته على انه يعيد ترتيب المشهد داخل قطاع كره القدم في النادي الاهلي. اعتقد انه كابتن محمود الخطيب اعلن بشكل رسمي ان هو بيتصدى لملف التعاقد مع المدير الفني الجديد بالزبط. وبالتالي كل الامور ماشيه في نصابها السليم. اعتقد انه مع بعض الصبر، مش بقول انه عدم الانتقاد، على فكره الانتقاد صحي جدا، لانه انا لما اكون ماشي بعض الاوقات بيبقى مطلوب الانتقاد، هستنى انه اللي بيحبني اللي هو جمهور النادي الاهلي يقول لي لا احنا النهارده كده في غلط، وبالتالي انا ببتدي اشتغل عليه واصلحه، وهو ده اللي حصل بالظبط. فانا شايف انه شويه صبر على شغل مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب لترتيب الاوضاع داخل قطاع الكره في النادي الاهلي. ومفيش حاجه بتتغير في يوم وليله برضه، يعني اكيد الموضوع بتاع للانتصارات بشكل طبيعي. اهم الاشياء اللي لازم يتم تواجدها خلال المرحله القصيره المقبله، لان جمهور النادي الاهلي بيبقى عايز اصلاح سريع، ايه النقاط اللي ممكن نحط ايدينا عليها علشان النادي الاهلي يعود سريعا بالشكل المطلوب؟ انا اعتقد انه كنقاط سريعه او كحلول قصيره المدى، وجود المدير الفني المؤقت او الجهاز الفني المؤقت اللي موجود في الوقت الحالي بقياده كابتن محمد يوسف، هو واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد له خبره كبيره وراجل حقق بطوله افريقيا قبل كده، فاعتقد ان هو موجود هيعيد تنظيم الامور داخل فريق الكوره، كان موجود الفتره اللي فاتت فهو عارف كل شيء. اعتقد انه كمان خلال يومين او 3 بالكثير هيكون في قرارات جديده اللي هي بالاتفاق بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمود الخطيب فيما يغني الجديد. هو الاهم انه اعطاء المساحه للجهاز الموجود انه يشتغل، والتعاقد مع مدير فني جديد، ويكون بيتابع الفريق في الوقت الحالي، وحسب معلوماتي انه ده يعني بيتم انه في متابعه كامله للفريق علشان يبقى جاهز انه يتولى المسؤوليه مباشره، لانه كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ممثلا في امين الصندوق المهندس خالد الدرندالي اعلن انه ملف التعاقد مع مدير فني اجنبي هو اولويه عاجله لمجلس اداره النادي. ده مهم جدا بالظبط. فبالتالي التعاقد مع المدير الفني الجديد، لانه انت عندك مساحه قبل بطوله افريقيا اللي جايه ضيقه جدا، الوقت يعني ما فيش وقت، بالتالي لازم المدرب يجي ويتحمل مسؤولياته فورا، وهيكون معاه اللي يساعده، بمعنى ما فيش مدرب بيجي بمعنى مش هقول كلمه بالدارج على عماه، لا هو جاي عارف النادي الاهلي كويس، متابع فريق الكوره، معاه موجود الكابتن محمد يوسف والجهاز المؤقت، لما يطلب منهم تقرير فني عن المرحله اللي فاتت هيكون موجود، لو طلب تقرير من كارتيرون فهو بالتاكيد موجود، وتقرير الفني لكارتيرون اكيد موجود عند قطاع الكوره في النادي الاهلي. وبالتالي هي مساله في وجود مؤسسه زي النادي الاهلي، الامور مش صعبه، مش زي ما الناس متخيله ان الموضوع معضله، بالعكس احنا بس هي الفكره في تدعيمات شهر يناير، هو ده الملف بقى اللي ده بعيد المدى بالزبط. يعني رغم ان شهر يناير ده بعد شهر خلاص، لكن في النهايه هو بعيد المدى، بمعنى انه
في اكيد ملفات النادي الاهلي اشتغل عليها فيما يخص اللاعبين والتعاقدات الجديده، لن تحسم ولن تعلن الا في وقتها المناسب. بالظبط ده حقيقي، خصوصا انت الشهر ده عندك كمان تحديات كبيره جدا، مباريات كتير كمان. بالظبط، وبالتالي ما ينفعش ان انا اجي اتكلم دلوقتي واقول الاوضاع صعبه. اوريدي الاوضاع صعبه، لكن في النهايه في شغل بيتعمل علشان نتلافى انه يحصل اي دروب تاني في الفتره اللي جايه. البعض بيتكلم بيقول لك ان لو النادي الاهلي ما قدرش يجيب مدير فني باسم جيد وبقدرات جيده، يبقى الافضل ان احنا نجيب مدير فني وطني مش اجنبي. لو مش هتجيب اجنبي اسم كبير وحد يكون يفرق بسرعه مع الفريق، يبقى الاتجاه يبقى المدرب الوطني. رايك ايه في الجزئيه دي؟ لا، انا شايف انه لو الاتجاه للمدرب الوطني فالكابتن محمد يوسف هو افضل مدرب وطني موجود. يعني واحد من ابناء النادي. هو وجهه نظرك انت اجنبي ولا وطني؟ انا وجهه نظري انه الاجنبي للنادي الاهلي افضل. على مدار التاريخ ثبت انه الاجنبي افضل. لو رجعنا من اول تيت كوتش وهيديكوتي ومانويل جوزيه وديكسي وراينرد سوبل وفايتسا، كل دول المدربين. هو البعض بيتكلم بحس ان الفتره دي انت في نص موسم، في ضغط مباريات، المدير الفني اللي جاي ممكن ما يكونش يعني ملم جدا بالامور. هيكون في مساعدات طبعا من المصريين او من الوطنيين المتواجدين في الجهاز الفني، وهيقولوا له كل التقارير زي ما اتكلمنا. من هنا جايه فكره ان ممكن يكون في مدرب وطني، ليه لا؟ لو الامور ما مشيتش بالشكل المطلوب من يعني ما جاش المدير الفني المطلوب بالنسبه للمجلس الاداري. لا، انا لا اعتقد لسبب، لانه التعاقد مع مدير فني اجنبي في الوقت الحالي زي ما قلت لك هو مش بيجي على عماه. في نفس الوقت اذا ما كنتش هتجيب مدير فني اجنبي قادر على انه يدخل ويقتحم قطاع الكوره في النادي الاهلي من اول فرق الناشئين ويبص عليهم ويتابع الفريق الاول في مرحله صعبه ويقود في بطوله افريقيا والدوري، فاعتقد انه ما يجيش، يبقى يكمل كابتن محمد يوسف. بالظبط. فبالتالي انه لا، الاجنبي اللي جاي هيبقى عنده القدره على انه يتعامل مباشره في ملف كره القدم في النادي الاهلي. ده شيء مؤكد ان شاء الله. بالزبط. ده شيء مهم جدا. طيب خلينا نتكلم فنيا شويه عن النادي الاهلي، وبالتحديد المباراه الاخيره امام المقاولون العرب. شفت المباراه ازاي؟ ورايك ايه في اداء النادي الاهلي على مدار ال 90 دقيقه؟ انا شايف انه احنا يعني فقدنا روح الفانيلا الحمراء اللي احنا بنتكلم عليها طول الوقت، واللي كانت بتميز نادي الاهلي وكانت بتديله دايما افضليه ويبقى سابق بخطوه جوه كل مباراه بيبداها. انت دايما طالما انت النادي الاهلي شايل شعار النادي الاهلي، تنزل الملعب وانت متفوق نفسيا على المنافس اللي قدامك. بالزبط. اعتقد ان احنا فقدنا دي في مباراه المقاولين العرب. او المقاولون العرب كمان يعني كان عنده طموح ودافع انه يستغل الفتره اللي فيها ضغط كبير وتراجع في اداء اللاعبين في النادي الاهلي. اعتقد انه في لعيبه ما كانتش بتأدي بالشكل المأمول والمتوقع منها، وفي لعيبه تانية اجتهدت وحاولت انها تقدم حاجه. زي يعني قلنا كريم نيدفيد ادى بشكل كويس، ما مش دايما يتظلم، لان انا ضد نغمه ظلم لعيب على اساس السوشيال ميديا. يعني مروان محسن ممكن مثلا ما يكونش بيسجل اهداف كتير، لكن هو مفيد فنيا بالنسبه للمدرب، والا مش معقول مدربه في النادي بيلعبه ومدربه في المنتخب بيلعبه. يعني اكيد اكيد لو واحد بيجامل التاني مش هيجامل. صح. فبالتالي هي دايما الرؤيه الفنيه للمدير الفني بتبقى مختلفه. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه صلاح محسن سوء توفيق انه يحصل له اصابه، لانه كنت اتمنى كمان انه يكون موجود، لانه عنصر شاب ومفيد جدا فنيا للنادي الاهلي. اعتقد كمان محمد شريف محتاج انه يدوس على نفسه اكتر، لانه هو اثبت وقدم للناس انه عنده حاجه يقدمها. صح. انه في الملعب فنيا ممكن يصنع الفارق للنادي الاهلي. فاعتقد انه برده محتاج شويه يعني يطور في ادائه، هيكون مفيد. شريف اكرامي دايما عودته بتبقى مكسب. انا دايما بشوف ان عوده شريف اكرامي لتشكيل النادي الاهلي مكسب، يعني معاه سواء هو او محمد الشناوي او علي لطفي، الثلاثه حراس على مستوى محترم. فبرغم الهدف اللي هو ما يتحملوش لانه كان خطا دفاعي. صح. لكن في ممكن يكون في علامه استفهام على اداء الدفاع. محتاج تطوير شويه. سببها ايه طيب؟ ليه الدفاع؟ يعني خلينا نفتكر مع بعض كده بدايه الموسم مع مستر باتريس كارترون، النادي الاهلي في 9 مباريات دخل في مرماه هدف واحد بس من الاسماعيلي في اول ماتش. بعد كده قعدت فتره ما بتدخلش فيك اهداف، ايه الدروب اللي حصل لخط الدفاع ده؟ ممكن يكون سببه ايه من وجهه نظرك؟ انا رايي انه اللياقه الذهنيه للاعيبه الدفاع مش مكتمله. اللياقه الذهنيه؟ لانه الكرات اللي تسببت في دخول اهداف لمرمى النادي الاهلي كانت كرات فيها شويه عدم تركيز. عدم التركيز ده جاي من ضغط المباريات رقم واحد، جاي من الضغوط الجماهيريه رقم اثنين، جاي من كثره الانتقادات وفي مرحله عدم الاستقرار الفني المؤقته اللي احنا فيها دلوقتي. بالظبط. لانه طبيعي في جهاز فني خرج، في مدير فني جديد بيتعامل برؤيته هو الشخصيه، وده كابتن محمد يوسف وراجل مدرب واخد افريقيا قبل كده مع النادي الاهلي. وبالتالي لازم هتلاقي الدروب ده، لان ضغط مباريات مع تراجع النتائج مع ضغوط كتير جدا من الجماهير، لانه سعد سمير في وقت من الاوقات كان كل الناس بتشيد بيه. صح. سليف كوليبالي في وقت من الاوقات. صح. لما جه كانت كل الناس بتشيد بيه، ما ينفعش تنقلب عليهم فجاه، لازم تشوف الغلط فين.
يعني هو دايما الحل مش انك تذبح، لا اكيد، لا اكيد في اسباب، الاسباب دي اذا عولجت هتلاقي الامور ماشيه كويس وهتلاقي المستوى ارتفع مره ثانيه ان شاء الله. اكيد نتمنى كل التوفيق وان الامور تمشي بالشكل المطلوب بالنسبه للنادي الاهلي، وواحده واحده كده المستوى ان شاء الله هيرجع بالنسبه للاعبين. وزي ما انت قلت كده يعني اللاعبين دي مع بدايه الموسم كانوا متالقين، ومنهم ساليف كلوبالي، الراجل كان ماشي بشكل كويس جدا وكان احد الاسباب في تاهل النادي الاهلي لادوار بعيده في بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب خلينا نتكلم عن الصفقات، الجمهور دايما بيهتم بالجزئيه دي، خلاص انت ناقص 30 يوم على شهر يناير وتقدر تقيد بعض اللاعبين في فتره الانتقالات الشتويه. الصفقات توقعاتك هي ايه، او انت لو عندك معلومات مثلا، الجمهور دايما بيبقى مستني معلومات خاصه بالصفقات. يمكن النادي الاهلي صعب تاخد منه معلومه، دي حقيقه، يعني صعب تحديدا في مساله بس بيبقى في دايما اجتهاد ان انت يعني اي حد في الوسط بيحاول يجيب ان ده خلاص قرب يروح النادي الاهلي، ده خلص اكيد. لكن هقول لك انه دايما اللاعب المرشح للنادي الاهلي بيكون هو افضل لاعب في مركزه وفي فريقه، اكيد يعني خلينا متفقين على ده. لو شفنا بنشوف الجماهير بتتكلم على طاهر محمد طاهر في المقاولين العرب، بنشوف كلام على مثلا لاعبين من النادي الاسماعيلي، لاعبين من انديه اخرى، ان دول لاعبين واعدين في محمد محمود في وادي دجله. يمكن وكيله الكابتن نادر شوقي صرح في وقت سابق وقال انه فعلا في اهتمام من النادي الاهلي وانه قريب من النادي الاهلي. وانا اعتقد كمان ان العلاقه يعني بين الاهلي وبين نادر شوقي جيده جدا لانه هو راجل اهلاوي، فدايما علاقته بالنادي الاهلي قويه. اعتقد كمان انه محمد محمود بيأدي بشكل جيد سواء مع وادي دجله او مع منتخب مصر، فاعتقد ان هم دول الاسماء اللي هي الافضل في انديتها هي الاقرب للانضمام للنادي الاهلي. لكن ملف الصفقات ملف مختلف شويه، لازم يدار برؤيه لانه في مدير فني جديد جاي ولازم هيكون له احتياجات ولازم هيكون له تعليقات على الاسماء، واعتقد انه الاهلي لن يحسم اي صفقه قبل التعاقد مع المدير الفني. ده شيء مهم جدا اكيد. طيب خلينا نروح لملف اخر وهو المنتخب الوطني، ويعني كان عن معانا خبر خاص بسلجادو في انقسام في اتحاد الكره بسبب سلجادو ودوره بالظبط مش واضح. عندك تعليق عن الجزئيه دي بالتحديد؟ بالتاكيد، يعني خلينا عشان نتكلم عن النقطه دي لازم نرجع شويه لازاي سلجادو اصبح له هذه القوه داخل اتحاد الكره ومنتخب إزاي مصر. بقى؟ ازاي؟ نقول للجماهير كده شويه كواليس في البدايه بعد النتائج المخيبه لمنتخب مصر في نهائيات كاس العالم في روسيا والخروج بدون تحقيق اي نقطه وثلاث هزائم. اتحاد الكوره كان بيدور على مدير فني. تمام. في الادوار النهائيه لكاس العالم كان موجود المهندس هاني بوريده في روسيا باعتباره عضو مجلس الفيفا، وكان موجود احد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره هناك. قابلوا سلجادو في الفيفا زون في وقت من الاوقات، فاتكلموا مع سلجادو. سلجادو له علاقات هنا في مصر وهو راجل بيزنس مان، راجل عنده اكاديميه كوره في دبي وعنده هنا مشاريع خاصه، وبالتالي هو مش متفرغ لكره القدم فنيا اصلا. تمام. فهم قابلوه اتكلموا معاه فقال لهم جمل بسيطه كده، انتوا عايزين تكسبوا من غير ما تجتهدوا كتير واعتمدتوا على محمد صلاح بس والاداء ما كانش كويس. فهم حسوا انه سلجادو والله ملم بالكوره في مصر شويه وفاهم. طب اتكلموا في ترشيحات المدرب، سالوه تعرف خافيير اجيري؟ فهو قال لهم اعرفه موجود هنا. قال له طب كلمه عايزين نقابله. من هنا بدات العلاقه، من هنا قعد مسؤول اتحاد الكوره مع خافيير اجيري، ومن هنا بدات المفاوضات. وكان معاهم صديق ليهم هو وكيل لاعبين متواجد في المعسكرات بتاعت منتخب مصر بشكل دائم، والحكايه الحقيقه نشرتها على بوابه اخبار اليوم تسببت في رد فعل كبير. يمكن في اتحاد فكره انه ما ينفعش يكون في وكيل لاعبين قاعد في المعسكر مع منتخب مصر ومع اللعيبه ويظهر في الصور طول الوقت، يعني موقفها مش لطيف، وخصوصا ان هو اعلن انه وكيل اجري وفي نفس الوقت اتحاد الكره بينفي. طب الراجل بيعلن انه وكيل اجري وانتوا بتنفوا، طب هو وكيله ولا مش وكيله؟ بالظبط كده. فبالتالي سلجادو كان له يعني كان طرف في استقرار اتحاد الكره على اجري كمدير فني لمنتخب مصر. بعد كده فوجئنا انه بيقال ان سلجادو هيبقى مدرب معاون جوه جهاز اجيري، لكن اكتشفنا انه اتعمل له وضعيه خاصه لاول مره بنشوفها في مصر. يعني قد تكون موجوده بره، ممكن تكون في بعض المنتخبات بتعملها، لكن انا ما اعتقدش. تيري اونري كان مع بلجيكا كان بيدرب المهاجمين بس، لكن في النهايه كان متواجد. كان متواجد دايما، لكن فكره ان انا مدرب بيجي المعسكر ويمشي مش منطقيه. وبعدين جاب ولاده ليله ماتش مصر وتونس الولدين وتصوروا مع اللعيبه في المعسكر، وتاني يوم بعد الماتش برضو جوه غرف خلع الملابس ويتصوروا مع اللعيبه. يعني برضو ما اعرفش، مش يعني لو الساده المشاهدين شايفين ان ده عادي انا ما اعتقدش انه عادي بصراحه.
يعني ولابد اتحاد الكره يوضح لنا. انا لما اتكلمت مع المهندس ايهاب الهيطه وهو مدير المنتخب والمسؤول عن انضباط المعسكر قال لي لا بالفعل هو فعلا ولاد سالجادو كانوا موجودين، لكن جم ليله المعسكر اتصوروا مع اللعيبه واتصوروا بعد كده مع اللعيبه في اوض خلع الملابس بعد ماتش مصر وتونس في حضور وزير الشباب والرياضه واعضاء اتحاد الكوره اثناء تهنئه المنتخب بالفوز، وانه هو بالفعل فتح الملف ده مع اتحاد الكوره لحسمه لانه ما بقاش مردوده ايجابي بالنسبه للناس، هو مدي صوره سلبيه بالظبط دي حقيقة انه الوضع غريب. وبالتالي من اللي احنا بنحكيه ده كله نخلص الى انه وضعيه سالجادو هي نفسها وضعيه وكيل اجيري، احنا مش فاهمين الموضوع ماشي ازاي، ويا ريت اتحاد الكره يحسم لنا الامور. هل هو سالجادو هيظل مستشار يجي على المعسكر ويمشي بعد كده، ولا هم عندهم يعني يقولوا لنا ايه الجس محتاجينه بصراحه، لان الراجل كمان بيتفاوض مع لاعبي المنتخب ان هم. انا الحقيقه المعلومه دي لا المعلومه غريبة. دي انا بقولها لك بصراحه يعني دي انا متاكد منها انه يكون بيتكلم في مفاوضات مع لاعبي الانديه المصريه داخل معسكر منتخب مصر وهو ليست وظيفته امر غير يا عمر، حتى مش داخل المعسكر بيتواصل معاهم انا اعتقد انه لو في مفاوضات مع لاعبين بتتم عن طريق ميشيل سالجادو لابد ان يكون في وقفه معاه من اتحاد الكوره، لانه ده بينذر بعواقب وخيمه اذا استمر الوضع على ما هو عليه. طيب نقفل قصه سالجادو بس نتكلم عن المنتخب، رايك ايه في المنتخب في ظل تولي مستر اجيري؟ الراجل لعب 4 مباريات فاز فيهم كلهم بما فيهم مباراه تونس اللي كانت تعتبر اصعب مباراه. البدايه جيده ولا لسه ما نقدرش نقيم الراجل دلوقتي؟ لا طبعا يتقيم دلوقتي، الراجل كان عنده 4 مباريات كسب ال4 مباريات حصد 12 نقطه صعد بمنتخب مصر الى نهائيات كاس الامم الافريقيه في مجموعه متواضعه، لكن في النهايه يحسب له انه حقق حاجه مع منتخب مصر، وكمان رد فعل الجمهور عليه كان ايجابي شويه عكس مستر كوبر اللي كان دايما فيه انتقادات لطريقته الدفاعيه البحته. اعتقد انه خافير اجيري اعطى فرصه لبعض اللعيبه الشباب في تشكيل منتخب مصر، لكن بحجه النزول بمعدل الاعمار ظلم بعض اللاعبين وعلى راسهم وليد سليمان طبعا في النادي الاهلي، على راسهم احمد علي كامل في المقاولين العرب. الراجل بس هو الراجل انضم للمعسكر قبل الاخير بالتحديد كان مصاب يعني كان مصاب بالفعل، وهم حرصا على معنوياته بحسب كلام بيني وبين كابتن هاني رمزي قال لي احنا عرفنا انه اصيب لكن كان لازم نضمه علشان ندي رساله لباقي اللاعبين ان اللي بيجتهد مع فريقه في الدوري هيكون له فرصه مع منتخب مصر. فاعتقد انه الراجل الى حد ما بيحاول يبني جيل، لان هو عقده 4 سنين، هو عقده لحد بالظبط كاس العالم 2022 وبالتالي هو ده الهدف بعيد المدى، لكن هدفه القريب هو امم افريقيا 2019 واحنا وصلنا للنهائي في 2017 في الجابون مع مستر كوبر، وبالتالي مطالب خافير اجيري بانه يصعد الى النهائي على الاقل. تمام، لان هو تقريبا الجيل اللي موجود هو نفس الجيل، بل في مواهب جديده اضيفت بالزبط عليه زي باهر المحمدي من الاسماعيلي، محمد محمود من وادي دجله. لكن في نقطه مهمه يا امير، اتفضل. اني حواليه شبهات بانه متهم في قضيه تلاعب بنتائج المباريات في الدوري الاسباني، والقضيه مفتوحه حتى الان وفقا لكل وسائل الاعلام ووكالات الانباء العالميه. يعني اتحاد للجمهور بانه ينفي اي حاجه، لا هي القضيه مفتوحه وخفير اجري عارف ان القضيه مفتوحه ومتهم فيها 41 شخص منهم لعيبة فريق أوريال ساراكوستا في 2011 كانت مباراة ليفانتي وكانت على الهبوط. وأعتقد أنه إذا أدين هتبقى ورطة لاتحاد الكورة، هتتصرف إزاي؟ بالظبط هي دي نقطة مهمة جدا هنرجع نتكلم فيها، بس نروح لفاصل سريع ونرجع نواصل حوارنا الشيق والممتع مع أستاذ عمر بنو. رجعنا لكم من جديد ولسه معايا استاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي ببوابه اكبر اليوم. كنا بنتكلم على اجيري وكان عندك تعليق كده على القصه والقضيه بتاعته في اسبانيا. بالتاكيد يعني انا السؤال اللي لازم يتوجه لاداره مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه المهندس هاني بوريده، ايه هيكون التصرف مع اجيري لو ثبتت ادانته في القضيه المطروحه ومفتوحه لحد دلوقتي؟ طب انا ليه الجا اصلا يعني ليه الجا في حاجه مشكوك فيها؟ ليه الجا لمدرب يعني في كلام عليه؟ يعني ممكن من قلة المدربين على مستوى العالم يعني واضح ان الاختيارات محدودة عندنا فالموضوع بقى صعب. طيب يعني عامة يعني اكيد نتمنى لاتحاد الكورة ونتمنى للمستر اجيري بالتحديد ان شاء الله التوفيق، وان الراجل ما يكونش مدان في القصة بتاعته في اسبانيا والامور تمشي كويس، لان الاهم بالنسبة لنا دايما ان المنتخب يفضل متفوق بشكل جيد. طب بالمناسبة مستر اجيري الطريقة بتاعته بطريقة هجومية شوية، لكن البعض اتكلم قال ان الطريقة هجومية لكن دفاعيا في مشاكل بالنسبة لمنتخب مصر.
هل بمعنى ان مستر هيكتور كوبر كان بيلعب دفاعيا بس وكان المصريين كلهم متضايقين من القصه دي، ان انا كمدير فني العب هجوميا بس وممكن ده ياثر على الجانب الدفاعي بالنسبه لي؟ رؤيتك للجزئيه دي بتحديدا. احنا للاسف ما عندناش حل وسط، يعني يا اما بندافع بس يا اما بنهاجم بس. طبعا منتخب مصر استقبل 3 اهداف مع خافير اجيري، منهم 2 في مباراه واحده اللي هي مباراه تونس اللي هو المنافس اللي شبه قوي، لانه جاما كانش بكامل صفوفه، وبالتالي لا كان في مشكله في خط الدفاع، في التمركز، في التركيز، كانت باينه جدا، باينه جدا في التمركز كمان، وفي قله تركيز كبيره. يعني اعتقد انه كان في كرات الهدف الثاني لتونس، لا يعني كان فيها دربكه جامده جوه منطقه الجزاء وفي عدم تركيز من المدافعين. اعتقد انه الاداء الدفاعي ايام مستر هيكتور كوبر لم يكن افضل من اجيري، بل بالعكس هي نفس الاخطاء، اخطاء التمركز، الكرات العرضيه، في كرات من العمق احيانا بيبقى فيها لخبطه بين المدافعين، حتى الارتباك بين حارس المرمى وبين المدافعين في الربط برضه بتحصل وما زالت بتتكرر. فاعتقد انه هجوميا لا، في تطوير في الهجوم، الراجل بيبدا 4-4-3، ممكن يلعب 4-2-3-1، ودايما بيركز على الاداء الهجومي، ولو تلاحظ احيانا يحط لعيب ارتكاز زي علي غزال اساسي ويدي فرصه للعيب الارتكاز الثاني انه يتحرك لقدام مش للخلف. وبالتالي هو الراجل عنده نزعه هجوميه باينه في طريقته، واعتقد ان هو هيستمر على كده، لكن لابد من تطوير الاداء الدفاعي. يعني وجود الكابتن هاني رمزي واحد من اشهر المدافعين في تاريخ مصر، وكمان واحد من افضل المدافعين في الدوري الالماني، كان يعني مؤشر ايجابي انه ممكن يحصل تطوير في الاداء الدفاعي لعيبه منتخب مصر. ده شيء مهم. طب حته الدفاع بالنسبه لنا، هل دي امكانيات لعيبه ولا الموضوع متوقف على المدير الفني؟ لان برده مش كل حاجه هنقول المدير الفني، لان الاخطاء هي زي ما انت قلت مستر هيكتور كوبر. ده امكانيات لعيبه، امكانيات لعيبه، امكانيات لعيبه. اللعيب المصري بيسرح، يعني ممكن في مدربين كتير لما تتكلم معاهم يقول لك اللعيب المصري قبل الماتش يحفظ كويس قوي، ينزل اول 5 دقائق الرصه تمام والترتيب تمام، بعد ال5 دقائق تلاقي مفيش واحد في مكانه، وتلاقي كله بيجري ورا الكوره. ده بنشوف الفرق الصغيره بمستوى اقل مع الفرق الكبيره ومع منتخب مصر، لكن بيحصل انه في فقدان للتركيز وفي سرحان. طب نروح لدوري ابطال اوروبا. طبعا امبارح اول كان مباريات كتيره، الابرز المباريات دي كان مباراه باريس سان جيرمان وليفربول امبارح، وباريس سان جيرمان كسبت 2-1، والفرص ليفربول اكيد اتصعبت شويه في التاهل للادوار المقبله في الشامبيونز ليج. رؤيتك للمباريات بشكل عام، بس خلينا نبتدي باريس سان جيرمان وليفربول. انا شايف انه لا، يعني النتيجه منطقيه شويه، كانت باينه من بدايه المباراه، ما كانش فيه التفوق اللي احنا شفناه من ليفربول في مباراه، المباراه الاولى اللي قدر يحسمها في اللحظات الاخيره على حساب باريس سان جيرمان. اعتقد بالظبط انه يعني كانت باينه جدا. باريس سان جيرمان سيطر على معظم مجريات اللعب طول المباراه، قدر انه يسجل. اعتقد كمان انه يعني عوده نيمار دي فرقت بشكل طبعاً مش طبيعي. يمكن كمان انه الناس كانت ممنيه نفسها انه نيمار في الاصابه في التوقف الدولي انها ممكن، هو كان اجهاد بسيط في العضله الضمه تبعده شويه، لكن رجع ورجع كمان اقوى مما كان. يعني من افضل اداء لنيمار مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه كان مباراه ليفربول. اعتقد انه محمد صلاح ما يتخافش عليه، انا شايف انه برده ماشي كويس قوي، حاول واجتهد على قد ما قدر في المباراه اللي فاتت. البعض بيتكلم على محمد صلاح ان الموسم ده ما جابش اهداف في فرق كبيره لحد دلوقتي، عادي. هل دي حاجه تقلق خالص؟ انا عايز اقول لك حاجه، يعني مين اللي يجي نمره 3 و4 و5 بعد المحترفين المصريين في السنين اللي فاتت كلها؟ ميدو. اكتر واحد لعب في فرق كبيره في اوروبا طبعا. ميدو مثلا مع اياكس امستردام اللي هي افضل فترات ميدو في الملعب فعلا، لم يسجل اي هدف في الفرق الكبيره. لك ان تتخيل انه لم يسجل في بي اس في ايندهوفن، لم يسجل في فاينورد روتردام. تمام. لكن ما هو كان بيلعب في اكبر فرقتين، لكن اكبر فرقتين المنافسين المباشرين بتوعك انت ما سجلش فيهم. تمام. مع مارسيليا برضو ما سجل في موناكو، بس موناكو ما كانش في افضل حالاته مثلا. لكن محمد صلاح سجل في مختلف الانديه الانجليزيه تقريبا. دي حقيقه، بايرو نادي او اثنين، انا مش فاكر الاحصائيه بالظبط. بس له اعتقد سوانزي سيتي، ممكن بس سوانزي سيتي في درجه ثانيه هبط دلوقتي. انا اللي اقصده انه لا، محمد صلاح كمان معدل الاداء بتاعه والترمومتر بتاع محمد صلاح مستقر اكتر بكتير من ميدو او من اي لعيب احترف قبله. يعني انا عايز اقول لك ان في لعيبه كتير انطلاقاتها في اوروبا كانت اقوى من محمد صلاح 100 مره. لو اتكلمنا عن حسام حسن، انطلاقته كانت بعد ما خرج من النادي الاهلي على باوك اليوناني، ثم هو وكابتن ابراهيم حسن على نيو شاتل زاماكس، واحد جايب سوبر هاتريك في سيلتيك في بطوله اوروبا، والتاني جايب جون في ريال مدريد ما اتكررتش في التاريخ للنهارده. لكن في النهايه
رجعوا مصر. ميدو جاب جون تاني. ميدو جاب جون في ريال مدريد لكن كان خسران، كان ماتش مارسيليا وريال مدريد بالزبط. خسر 2-1، كان رونالدو وراؤول سجلوا لريال مدريد. وبالتالي لا، انطلاقه محمد صلاح ما كانتش بالاقوى، لكن هو الاكثر استمرارية وهو الأكثر حفاظا على مستواه والأكثر تقدما كمان في العقلية، لأنه ما كانش فيه، لكن تتخيل لعيبة حسام غالي، ميدو، إبراهيم حسام، كلهم نجوم كبار. الفارق أن في تطور دلوقتي في الكرة وطريقة إدارة الكرة في العالم. طيب سريعا، ليفربول شايف الموقف بالنسبة لهم إيه؟ هل هيقدروا يصعدوا الأدوار المقبلة ولا الأمور خلاص كده صعبت، خصوصا نابولي عاملين موسم رائع بصراحة؟ لازم وأنا الحقيقة مش متخيلها قوي قدام نابولي، اعتقد الموضوع الدفاعيه بتاعتهم الموضوع صعب شويه، لو كمان نابولي هجوميا كمان قوي. طب والقوه الهجوميه بالنسبه لليفربول ممكن في المباراه دي تظهر؟ شفنا انه غير موفق قدام باريس سان جيرمان، وممكن يحصل عدم توفيق مره ثانيه قدام فيرمينيو. مقصر السنه دي مش في مستواه للاسف. طبعا مش في مستواه، ولذلك تلاقي كلوب فرحان له جدا لما يعمل حاجه كويسه، صح لما يسجل هدف، لما ينزل ويبقى اداؤه كويس. تمام. فالموضوع لا صعب المره دي. طيب يعني في بعض الفرق، فرق كتير حسموا خلاص تاهلهم، برشلونه تاهلت، في ناس كتير، ريال مدريد طبعا تاهل، في فرق كتير قدرت ان هي تحسم موقفها. قبل ما نختم عايزين نتكلم على زياره وفد الاهلي لريال مدريد، ودي كانت مؤخرا من خلال طبعا وفد من النادي الاهلي كان بيضم الاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمد فضل، كابتن حسام غالي، الاستاذ امير توفيق، كمان كانوا متواجدين في الزياره دي. واعتقد الزياره دي كانت مهمه، وانت عندك مفاجات عايز تقولها لنا. يعني خليني اقول ان انا عملت حوار مع ايميليو بوترجانيو نجم اسطوره ريال مدريد والمدير العلاقات المؤسسيه حاليا في النادي، وهو كان اللي استقبل وفد النادي الاهلي هناك في مدريد. الحقيقه نختص كلام في الميديا بجزء من الحوار فيما يخص النادي الاهلي، انه اشاد جدا بالزياره وقال ان علاقه ريال مدريد بالاهلي علاقه رائعه بدات من سنين طويله، وخصوصا بعد المباراه الوديه اللي حصلت في 2001. اتكلم عن النادي الاهلي باحترام شديد جدا يعني في التفاصيل، اكتر من كده انه اشاد جدا بمحمد فضل وبحسام غالي وبالمجموعه اللي سافرت، في ان هم سالوا في تفاصيل يعني لم يكن يتخيل انه في الاهتمام ده النادي الاهلي بالتفاصيل الدقيقه دي في الشغل، وشايف ان ده مؤشر على انه هيبقى في تطوير كتير بالزبط جوه النادي الاهلي في سياسه اداره الكوره. يعني شيء كان مهم جدا. استاذ عمر نورتنا وشرفتنا النهارده واستمتعنا بالحلقه معك. انا بشكرك يا امير دانور. طبعا ده كان لقائنا مع استاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي بوابه اخبار اليوم، اكيد كان لقاء مهم جدا في الفقره الاخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده، واتكلمنا في العديد من الامور على الساحه المحليه والعالميه. استنونا وحلقه جديده ان شاء الله من كلام في الميديا يوم السبت. الى اللقاء.